ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج جديد باسم توضيح، وفي هذا البرنامج يعني سنقوم بتوضيح جميع المغالطات وجميع الأفكار الآن التي أصبحت تصل إلى الناس إما عبر الواتساب أو عبر الفيسبوك أو عبر مواقع أخرى. ليس كل من يذهب إلى الإنترنت ويأتي بأفكار هكذا، يعني هذا يعني سيكون خطر، يعني خطر على الناس. لماذا؟ لأن هناك باحثون في المختبرات، وهناك متخصصون في الميدان، ويعني يعرفون كيف ينتقون على الأقل هذه المعلومات وكيف يصححونها، وليس هكذا نترك الناس على هواهم يأكلونها. لن نترك الناس هكذا في هذه المغالطات، ولن نترك أي أحد يعني أن يضر الناس بهذه المغالطات. فهناك منشور طويل جدا فيه الدين، فيه آيات قرآنية يعني ومحرر بطريقة ذكية جدا وجذابة، وانزلق معه الناس، والحديث عن الشحوم. يعني لقد كذبوا علينا وأهمية الشحوم الحيوانية بالنسبة للجسم، وأن الله سبحانه وتعالى حرمها، يعني منعه علينا لأنها كانت حرام عليهم، يعني على بني إسرائيل وما إلى آخره. هذه خزعبلات، وهذا الخبر يدخل في الأجنطولوجي، علم التجهيل وعلم الكذب، وهذا الخبر لا أساس له من الناحية العلمية ولا نعترف به طبعا، ويجب أن نصحح وأن نوضح للناس هذه المغالطات فقط بفكرتين. الفكرة الأولى هو أن عدد الوفيات يعني الآن في العالم الذي يستهلك من اللحوم، يعني زيلندا الجديدة والدنمارك، يعني الدول الاسكندنافية، كندا والولايات المتحدة، هذه هي الدول يعني في أوروبا الغربية كذلك، هذه الدول تستهلك لحوم بكثرة، وهي الدول التي يصل فيها عدد الوفيات بأمراض القلب والشرايين إلى أكثر من نصف، يعني 50% من يتوفى من هذه الدول ويتوفى بأمراض القلب والشرايين والأمراض المحيطة بها، بما في ذلك ارتفاع الضغط السكري إلى آخره، أمراض أخرى. الآن أصبحت أمراض تتعلق بكثرة استهلاك هذه اللحوم، يعني الشحوم الحيوانية أو اللحوم، كذلك الأمراض الجهاز الهضمي، منها سرطان المعدة، وكذلك سرطان القولون، وكذلك تقرحات كرون، وتقرحات كذلك يعني القولون العصبي. ثم أن العالم النباتي الذي يقل فيه استهلاك يعني اللحوم، فيعني لا توجد فيه هذه الأمراض إلا بنسبة قليلة، يعني أن احتمال المرض في هذه الدول النباتية هو 8%، واحتمال المرض في الدول اللحمة، الدول التي تستهلك لحوم بكثرة والمواد الحيوانية بكثرة، هو يصل إلى 37% احتمال المرض. الدول المغاربية لها ميزة، الدول المغاربية تستهلك لحوم بطريقة يعني ذكية وطريقة جيدة، وهنا مرة في الأسبوع، يعني لما كان الناس يعني يقتنون اللحوم من السوق الأسبوعي، يعني مرة في الأسبوع، وتكون لحم جيدة، لحوم جيدة، لحوم مسروحة، لحوم من حيوان الطبيعة. وفي المغرب كان استهلاك الغنم أكثر من البقر، يعني في المناطق اللي معروفة، منطقة الشاوية مثلا، سطات، هذو كان الناس يستهلكون لحوم الغنم، الآن يستهلكون لحوم بقر، ويكاد يندثر لحم الغنم الآن من عند الجزارة. فلحوم الغنم هي بجودة جيدة طبعا، لأن كان الناس لا يعترفون بلحوم الأبقار إلى الآن، أن أصبحت هي اللحوم الراقية مع الأسف، عجيب. فهذه المنطقة المغاربية يعني هي بين النظام النباتي وبين النظام اللحم، وهي المنطقة التي تتغذى جيدا. لماذا؟ لأنها هي المنطقة التي تستهلك نشويات كلها، الرز والقمح بالنوعين، ثم الشعير، ثم الذرة. هي الدول التي تستهلك الدخن، هذا اللي كنسميه في المغرب اللان الميلي. ثم هي الدول التي تستهلك زيت الزيتون بكثرة والأسماك، هي الدول التي تستهلك فواكه جافة، الجوز واللوز، وكذلك الزبيب والتين والتمور، لأن هي بلدان فيها تين وفيها تمور. هي البلدان التي تستهلك يعني الفواكه الموسمية، يعني كل موسم عندها فواكه، يعني من البطيخ الأحمر إلى العنب إلى التمور إلى البرتقال إلى آخره، المشماش، إلى هذه كلها يعني دول عندها تغذية جيدة، ثم لا يستهلكون اللحوم بكثرة. هذا يعني ميزة، هذه الدول تقل فيها هذه الأمراض كذلك. فتبقى الشحوم الحيوانية خطر على الجسم. لماذا؟ لأن الشحوم الحيوانية توجد إما في الحليب أو اللحم، اللحوم دجاج، وكذلك الديك الرومي والغنم والبقر إلى آخره، حتى القنية، يعني حتى الإوز، حتى يعني هذا الصيد، جميع اللحوم هي يعني من خصائصها الشحوم زائد كوليسترول. جميع الحيوانات عندها كوليسترول زائد شحوم، وهذه الشحوم تكون دائما مرافقة للكوليسترول، تكون دائما مصحوبة بالكوليسترول. وإذا اجتمعت الشحوم مع الكوليسترول، فليس هناك عالم على وجه الأرض أنه يقر بأنها جيدة للجسم. أنا أقول ليس هناك عالم، وإن أقر
فليس له علم هذه. فالشحوم والكوليسترول تبقى أكبر خطر على الجسم، وهذا الخبر المتداول يجب أن يصححه الناس، ويجب أن لا يضحك على الناس بهذه الأشياء، لأن ليس لها مصدر وليس لها كاتب ولا اسم ولا شيء. يقال أن هناك أستاذ أمريكي ذهب إلى العربية السعودية وألقى محاضرة وقال بأنهم ضحكوا عليكم وبأن الشحوم جيدة، حتى أن بعض العلماء في السعودية بدأوا الآن يفتون وبدأوا يعطون دروس على الناس ويحثونهم على استهلاك الشحوم لأنها جيدة. وهذا خطر جيد، لأن حتى الناس اللي كيتكلموا عن اللحوم غادي عن أهمية اللحوم غادي نوضحوا هذه المغالطة، يعني عن أي لحوم يتكلمون، عن أي لحم يتكلمون، هذه مغالطة. لما تتكلم عن اللحم هكذا، أي لحم، لحم القنية أو لحم الديك الرومي أو لحم الدجاج أو لحم الغنم أو لحم الماعز أو لحم اللاما أو لحم الإبل أو لحم السمك، يعني يجب أن لا تكون هناك مغالطة في هذه الأشياء. فيبقى هذا الخبر خبر كاذب لا أساس له من الناحية العلمية، ويجب أن يعي الناس هذه الأشياء وأن يحذروا هذه الأشياء التي ستصلهم عبر الواتساب وعبر الفيسبوك وعبر المواقع الاجتماعية، بأن أشياء يعني تأتي هكذا من مجهول محررة بطريقة يعني قد رأيتم، ثم أن هناك العنوان أنهم لقد كذبوا علينا، أهمية الشحوم لقد كذبوا علينا، يعني باش بدي المنشور. هذا المنشور تكلمت عنه أنا منذ 3 سنوات، وكنت قد توصلت به منذ 4 سنوات، يعني أكثر من 4 سنوات، يعني قبل 4 سنوات توصلت بهذا المنشور. هذا وهو منشور لا أساس له، وتكلمت عنه غير مرة، ولا زال الناس يتساءلون ويعطون، فيجب يعني أن يضعوا نهاية لهذه الأشياء وأن يمسحوا هذه الأشياء يعني من أدمغتهم ومن أوريهم، وإلا يكون هناك يعني جدل حول هذا الموضوع. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.